فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن توجيه فضيلتكم لطلبة العلم ولغيرهم حول ما حدث مؤخرا بشأن الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ توجيهنا حيال ذلك الهدوء وعدم يعني الإنكار بهذه الطريقة، مظاهرات أو اعتداء على الأبرياء أو إتلاف أموال، هذا لا يجوز. وكان الذي يجب أن الذي يتولى الرد عليهم هم العلماء، هم بالعوام، العلماء يردون على هذه الأمور، والتزام الهدوء، هم يريدون التشويش علينا ويريدون إثارتنا، هذا اللي هم يريدون، ويريدون أن نتقاتل بيننا، الجنود يمنعون وذولا يهاجمون، ويحصل ضرب ويحصل قتل ويحصل تجريح ويحصل، هم يريدون هذا، الهدوء الهدوء، ويتولى الرد عليهم أهل العلم والبصيرة، أو لا يرد عليهم ولا يسوون من يرد عليهم. كان المشركون يقولون للرسول ساحر كاهن كذاب إلى آخره، والله يأمره بالصبر، يأمر رسوله بالصبر، ولم يتظاهرون في مكة، ولم يهدموا شيء من بيوت المشركين، ولم يقتلوا أحدا، الصبر والهدوء حتى يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين فرجا. الواجب هو الهدوء خصوصا في هذه الأيام وهذه الفتن وهذه الشرور الآن القائمة في بلاد المسلمين، يجب الهدوء وعدم التسرع في هذه الأمور، والعوام ما يصلحون للمواجهة في هذا، ما جهال ما يدري، ما يواجه هذا إلا أهل العلم والبصيرة. نعم.